فيها ملل، يبقى الانوفلس هي المسؤولة عن هذه الانفكشن، والفيميل انوفلس هي البلاد سكي. وبناء على انتشار الانوفلس بنلاقي ان البلازموديوم فايبرس هي اكتر نوع منتشر على مستوى العالم كله. البلازموديوم اوفال وفالسيبرا موجودة في المناطق الحارة او الاستوائية، البلازموديوم ملاريت تبقى مناطق اقل اعتدالا. وبرضه ليه؟ لان انواع الانوفلس اللي بتنقل الملاريا موجودة في المناطق دي. طيب نحب نعرف برضه احنا مصر نظامنا ايه في وسط السبيشيز دي. الماب اللي قدامكم دي الحتت اللي بالدارك بلو دي مناطق فيها انفكشن عالية قوي والناس مصابين بصورة عالية جدا. المناطق اللي هي يالو دي مناطق ساعات بتظهر بالصدفه كده حاله او اتنين من ضمنهم ايجيبت. المناطق اللي هي اللايت بلو الفاتحه قوي دي يا اما مناطق ما ظهرش عمر ما حصل فيها انفكشن بالملاريا او كان موجود في وقت من الاوقات ومقرر. يبقى نبقى عارفين ان ايجيبت ما هياش فيها ملاريا متوطنه، وده ليه؟ لان انواع البعوض الانفس الموجوده عندنا ما هياش نقل جيد للملاريا. زي ما اتعرف في الارثروبوز بعد كده ان في بعوض بيفضل دم الانسان عن الحيوان فبينقل الانفكشن بقوه. في انواع من البعوض تحب تاخد الوجبه الكبير بتاعها البلاد مين من الانيمالز اكتر من الانسان. فاحنا برحمه ربنا ان عندنا في ايجيبت انواع الانفلس ما هياش ناقله جيده للملاريا، بس في نفس الوقت مصر كتير جدا بيتصابوا بالملاريا. ليه؟ لان لو بصينا حوالينا كده شايفين افريقيا مليانه هيفي انفكشن، شايفين السعوديه جنوب السعوديه واليمن فيها اللونها كلها دارك بلو، والمصريين كتير قوي بيسافروا في الحته دي. فعلى طول بيجي لنا مصريين نتيجه السفر للشغل للسياحه الوات ايفر بيجت انفكتد، فلازم احنا كايجيبشن دكتورز نبقى اوير ان العيان ممكن يجي لنا مصاب بالملاريا، برغم ان احنا الملاريا ما هياش متوطنه از نوت اندمك ان ايجيبت. نيجي بعد كده نبقى عارفين ان المسؤوله الفيميل انوفلس. عاوزين نعرف دلوقتي اي حد فينا وقفت على جسمه الفيميل انوفلس وحقنت له الانفكتد ستيج اللي حواليه وشكلها دلوقتي، ايه اللي بيحصل في جسمنا؟ انا هاسكيب اللي بيحصل في جسم الموسكيتو لانها هناخدها تاني في الارثروبوز تو سيف تايم. يبقى احنا المشكله هنبتدي، الصوره دي موجوده عندكم في الكتاب، دي الفيميل انوفلس شايله العدوى انفكتد. ايه العدوى دي؟ اللي هي السبوروزويد، ده الانفكتد ستيج. اما بتقف على جسم الانسان وهي بتسحب الدم بتنزل السلايفا، السلايفا جواها الانفكتد ستيج اللي اسمها سبوروزويد. السبوروزويد دي من مكان البايت بتدخل مع البلاد ستريم او اي فتك، المهم هي لها سكه او هدف عايزه تروح، عايزه توصل تروح فين؟ عايزه توصل للليفر. فاقل من ساعه بتكون وصلت للليفر وابتدت تهاجم الليفر باريكايما سيلز وتدخل جواها وتديفلوب جواها. احنا اتفقنا ان البلازموديوم سبيشيز اللي هيخش دول اربع سبيشيز مش كده؟ فايروس، اوفال، ملاريا، فالسيبرا. لو ان في نوعين منهم تحديدا اللي هو الفايروس والاوفال، مش كل السبوروزويس اللي بتدخل جوه الليفر بتبقى اكتف، واول ما تخش جوه الليفر باريكايما ديفلوب على طول. بعضهم نشيط هيديفلوب على طول وبعضهم كسلان هينام شويه ويصحى ويديفلوب ليتر اون. فالانواع بقى من السبوروزايتس اللي بتخش جوه الليفر سيل وتنام بنسميهم هيبنوزايتس. ليه؟ لان حصل لهم هيبنوزس يعني سليبنج. يبقى دول دلوقتي كذا سبوروزايت دخل جوه الليفر سيل اللي هيناموا هنسميهم هيبنوزايتس، ودي بتحصل لو الانفكشن بتو سبيشيز اوف بلازموديوم، اتعدى بالبلازموديوم فايرال سبيشيز او اوفال سبيشيز. طيب النوعين التانيين الملاري والفالسيبرا والنشطة بتوع الفيروس والاوفال هيديفلوب ازاي جوه الليفر باريكايما سيل؟ اول حاجه هنبص نلاقي شكلهم كبر كده وبقى الريجولر، بنسمي الستيج دي تروفوزويد ستيج. وبعد كده يبتدي النوكليوس الحمراء دي ديفايد انتو بيسز وتعمل لي وات از كولد شايزون ستيج. تمام؟ بعد كده الانفكتد ليفر سيل بتبقى اكزوستد وبتفرقع والشايزون بيفرقع وبيخرج المحتويات اللي هي النقطه الحمراء وحواليها بيسز اوف سيتوبلازم. لما بتفرقع الانفكتد ليفر سيل وهتخرج الكونتنتس اللي اسمهم نيروزويتس كانوا جوه الشايزون، وعشان خرجوا من رابتشر ليفر سيل بنقول عليهم ليفر نيروزويتس، هيروحوا فين بعد كده؟ هيسيبوا الليفر خالص ويتجهوا ناحيه الار بي سيز في البلاد ويبتدوا
بيحجموا الارت سيلز. تمام؟ ده انا هشرح البيولوجي وفي اخر السلايد هنقول المفروض نعرف ايه المعلومات اللي وي شود ستادي. يبقى دلوقتي ليفر نيروزويس او النيروزويس اللي خارجه من رابتشر انفكتد ليفر سيلز هتبتدي تدخل جوه الريد بلاد سيل. لما بتدخل جوه الريد بلاد سيل بيحصل ايه؟ شكلها هيتغير. هتاخد شكل الريبي او الخاتم. بدل النوكليس ما كانت في السنتر وحواليها السيتوبلازم، النوكليس بتبقى عامله زي فص الخاتم والسيتوبلازم بيعمل حلقه وان بتوين دي بتبقى فاكيول. يبقى ده اسمه ريد ستيج. ويبتدي البارازايت يديفلوب انسايد ذيس انفكتد ريد بلاد سيل وبياخد الغذاء بتاعه منين؟ من الهيموجلوبين. كلنا عارفين الهيموجلوبين بيبقى جلوبين بارت ده بروتين وايرون ده حديد. هو بياكل الجلوبين والايرون بيرسبه في صوره بيجمنتس. تمام؟ يبقى دلوقتي ادي الشكل اتغير قوي. بقى تروفوزويت زي اتكون في الليفر سيل بس دلوقتي هو موجود في الانفكتد ريد بلاد سيل وهو بيتغذى بياكل الجلوبين والايرون بيرسبه في النقط الحمراء اللي انتم شايفينها دي. النقط الحمراء دي بنقول عليها ملاريا بيجمنت او لها اسم تاني اسمها هيموزاين ودي عباره عن ايه؟ الايرون بارت بعد ما كان الجلوبين بارت بتاع الهيموجلوبين. خلاص؟ يبقى ده دايجستيف هيموجلوبين بنسميه ملاريا بيجمنت او هيموزاين. بيكمل بقى الديفلوبمنت زي ما بيحصل في الليفر سيل. التروفوزويد ده هيبتدي يعمل شايزوت. تمام؟ وبعدين عند الستيج دي بيكون الانفكتد ريد بلاد سيل بقت اكزوستد بتفرقع وتطلع المحتويات بتاعتها. الكونتنس عباره عن ايه؟ برضه نيروزويدز بس هنسميها بلاد نيروزويدز. تمام؟ اهو حصل رابتشر. وهنا كمان بقى مش البلاد النيروزويدز اللي بتخرج، بيخرج الملاريا بيجمنت بيبقى فري في السيركيليشن والبارازايت بيطلع الويست برودكتس بنقول عليها ميتابولايز بتخرج في السيركيليشن. فعلشان كده شايفين ادي النقط الحمراء دي الهيموزاين والنقط الخضراء دي الميتابولايتس، كل ده بيخرج في السيركيليشن. يبقى الانسان من ساعه ما بتقرصه الانفكتد في مين انافلس مش بيحس باي حاجه للبارازايت بيتجرب دلوقتي جوه الانفكتد ليفر سيل. دي بتبقى مرحله انكيوبيشن ما بيظهرش عليه اي اعراض ومش حاسس بحاجه خالص. لما تبتدي النيروزايز تخرج من الليفر وتبتدي الديفلوب انسايد الار بي سيز انهدمتها العيان بيحس انه مش طبيعي. زي ما يكون الحاجه اللي بيقولها دايما ايه، حاسس ان داخل عليا دور انفلونزا. جسمي مكسر تعبان بنقول عليه انفلونزا لايك سيمتومز. الاعراض الحقيقيه بتقول ان العيان ده خلاص انفكتد بالملاريا وهيجي يروح للدكتور بتبتدي مع رابتشر اوف انفكتد ار بي سيز. ليه؟ لان الميروزويس اللي خرجت دي دلوقتي من الانفكتد ريد بلاد سيل دي بتبقى ستيمولس قوي جدا للدم بتاعنا اللي مليان السيلز اوف ذا اميون سيستم والاميون سيستمز بتبقى سترونجلي ستيمولييتد بالميروزويس والملاريا بيجمنت والميتابولايتس. ولما تيجي بقى تهاجمها العيان هتظهر عليه الاعراض. تمام؟ الاميون سيستم مهمته ايه؟ ان هو هيلم الحاجات دي كلها فورين، يبتدي ياكل من الميروزويس والملاريا بيجمنتس والميتابولايتس ومفروض ان هو بيوديها على الليفر والسبلين عشان يكسرها ويتخلص منها. الاميون سيستم ما بيقدرش يخلص من كل الميروزويس، بيقدر ياكل شويه يتخلص منه والباقي يروحوا فين؟ يروحوا يهاجموا النيو ار بي سيز ويكرروا السايكل. تمام؟ الرحله بقى اللي بياخدها البارازايت من ساعه ما يخش الريد بلاد سيل لحد ما يحصل لها رابتشر بتاخد يومين، والرابتشر بيحصل في اليوم الثالث. امتى؟ لو هو انفكتد بالسبيشيز اللي اسمها بلازموديوم فايروس او اوفان. لو هو انفكتد بالسبيشيز بتاعت البلازموديوم ملاري الديفلوبمنت بيبقى ابطا شويه بحيث الرابتشر بيحصل في اليوم الرابع. عشان كده بنقول انها الاتاك بتتكرر كل رابع يوم وبنقول عليها كوارتر ملاري. لو هو اتصاب بالسبيشيز اسمها بلازموديوم فالسيبروم بيبقى الديفلوبمنت ساعات سريع جدا وساعات بطيء جدا. فعشان كده بنقول الاتاك بتبقى بتتكرر ات الريجولار انترفلز. تمام؟ يبقى تاني عاوزين نفتكر العيان اللي بيتقرص بالفينيل انوفلس اتحققت له الانفكتد ستيج اسمها سبوروزوي بيمر فتره اسمها انكيوبيشن بيريد وبعد كده تظهر عليه انفلونزا لايك سيمتومز. الاعراض الحقيقيه بتبتدي
coincide تتطابق مع rupture of infected red blood cell. العيان ده بعد فترة زي أي كائن حي البلازموديوم عايزة تحافظ على النوع بتاعها، فلما تخرج الميروزويتس من ruptured red blood cell ما بتكررش السايكل، لا هتدخل الريد بلاد سيل وتعمل ستيج جديدة خالص. زي ما هنشوف كده الميروزويت هتدخل جوه الريد بلاد سيل هتعمل ستيج اسمها ميل جاميتوسايت، أو تخرج وتعمل فيميل جاميتوسايت. بقى في سكشوال ستيجز اوف دي بارازايت جوه الانفكتد ريد بلاد سيل. عند الستيج دي العيان ده معدي للانوفلس موسكيتو، يعني لو جت اي فيميل انوفلس بتقرصه كل اللي عايزاه منه شويه بلاد عشان تصنع بيهم الايدز بتاعتها. لما هتسحب البلاد هتسحب ار بي سيز فيها كل الستيجز دي، كل ده هيتكسر في الستومك بتاعت الانوفلس اكسبت الميل اند فيميل جاميتوسايتس. هما دول اللي بيقدروا ديفلوب انسايد ذا الينتري كانال اوف انوفلس لحد ما يتخلق في السرايرا بتاعتها السبوروزويت وتبقى هي كده جاهزه انها تنقل العدوى لاي شخص سليم. تمام؟ ده اهم حاجه نعرفها ازاي البارازايت بيديفلوب جوه جسم العيان. نيجي بعد كده نبقى عارفين ان احنا لما هنيجي نشخص العيان لما تظهر عليه اعراض هناخد منه عينه بلد، ولازم نبقى عارفين الستيجز دي رينج وتروفوزويت وشايزون والجاميتوسايت ستيجز، وهنعرف انها بتختلف من شخص مصاب بالفيروس ولا الملاريا ولا فالسيفرم ولا اوفير، لان الدكتور بتاع التحاليل لو قال ان العيان ده بعد ما فحص الدم بتاعه مصاب بالبلازموديوم سبيشيز لازم يحدد انهي سبيشيز مصاب بالفيروس ولا اوفير ولا ملاريا ولا فالسيفرم. فالستيجز دي اللي في البلاد دي دايجنوستيك ستيجز، ولازم دكتور التحاليل يبقى عارفها كويس جدا لان العلاج هيختلف. العيان اللي اتصاب بالفيروس مش زي اللي اتصاب بالفالسيفرم، الفالسيفرم دي خطيره جدا ولازم يبقى رابيدلي تريتد والدوز تبقى قويه والا هيموت منه زي ما هنشوف ايه المشاكل اللي بتعملها بلازموديوم فالسيفرم. يبقى لو جينا نعرف بقى ايه باثوجينيسيس والكلينيكال بيكتشر هتلاقوا اللي انا قلته ده قبل كده، الاول انكيوبيشن بيريود وراها انفلونزا لايك سيمتومز، والاتاك الحقيقيه بنقول عليها ملاريا باروكسيزم او كلينيكال اتاك. بتبتدي امتى؟ انا لسه قايل مع رابتشر اوف انفكتد ار ديزيز خروج الملاريا بيجمنتس والميتابولايز وتفاعل بقى الميون سيلز عشان تلم الحاجات الغريبه الموجوده في البلاد. دي ممكن يجي سؤال جيف ريزن، ايه سبب حدوث الملاريا بيجمنت الثلاث حاجات دول؟ طيب العيان هيجي يقول لكم ايه، هيخرج لكم في العياده او المستشفى يقول ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعته. العيان هيقول بيجي بمر بثلاث ستيجز ورا بعض. اول ستيج بحس ان انا فجاه كده سقعان وبترعش، ولو قست درجه الحراره هلاقيها مرتفعه، دي اسمها الكولد ستيج. يبقى في سادن تشيل واكستريم كولد والتمبرتشر اليفيتد. هناخد الحكايه دي قد ايه؟ مش اكتر من ربع ساعه. بعد كده العيان هيخش في الستيج اللي وراه اسمها الهوت ستيج، هيبقى عنده من كتر الحراره العاليه الهادئه والفيبر التمبرتشر عاليه قوي والسكين بتاعه بيبقى هوت ودراي وفلاش، يعني احمر كده صحن خالص طالع من وشه ده من كتر التمبرتشر العالي. عند الستيج دي الهيت ريجيليتنج سنتر يبتدي يشتغل ويحصل اكسسيف سويتنج والحراره تنزل والعيان بيحس انه ضعيف ومرهق جدا تعبان جدا زي ما نقول كان بيبذل مجهود شديد قوي. ده نتيجه الاكسسيف سويتنج وان هو مر بثلاث ستيجز دي. يبقى دي الاعراض اللي هيجيها العيان اللي هيقول لك ان الاعراض دي بتتكرر كل ثالث يوم او كل رابع يوم او غير منتظمه. تمام؟ على حسب هو اتصاب بانهي سبيشيز، فيروس اوفير ملاري ولا فلسفه. احنا اتفقنا ان مع كل اتاك الميون سيستم بيلم اللي يقدر عليه من النيروزويز والملاريا بيجمنتس والويست برودكتس ويوديها على الليفر والسبليت يتخلص منها والباقي يكرر السايكل. المفروض مع كل مره بيقل عدد النيروزويز لان كل مره الميون سيستم يتخلص حبه حبه، بعد كده بنبص نلاقي العيان يلاقي الاعراض اختفت ويتهيأ له ان هو بقى خف خلاص. اللي هيحصل ان بعد فتره من اختفاء الكلينيكال اتاك او الملاريا باروكسيز هنلاقيها بترجع تاني. ده بنسميها ريكيرنس اوف كلينيكال اتاك. خلاص؟ طيب ايه سبب انها بترجع؟
مش كل السبوروزايتس اللي دخلت الليفر كان اكتف وديفلوب وبعد كده سابت الليفر وهجمت الار بي سيز. بنلاقي في شويه كانوا نايمين اللي هو سميناهم هيبنوزايتس، وبعد فتره ممكن تبقى اسابيع ممكن شهر على حسب بتبتدي تويك اب وتبتدي تديفلوب، وهي السبب في تكرار الاعراض. ففي حاله الفايبرز والاوفان نتيجه وجود الهيبنوزايتس بنقول حصل ريلابس، يبقى تكرار الاعراض بعد ما اختفت فتره بنسميها ريلابس في حاله الفايبرز والاوفان. والسبب ايه؟ سببها الهيبنوزايتس اللي كانت سليبنج اند ويك اب. طيب في النوعين التانيين ايه سبب ان الاعراض بعد ما اختفت رجعت تاني؟ دي بنلاقيها في المداري والفلسفه، السبب مختلف خالص. العيان لما بتبتدي الاعراض بيتهيأ له ان هو بقى فري، ما بيكونش كل البلاد بتاعه كلير من البارازايت، بيبقى فيه فيو ميروزويتس بس مش بترابشر الار بي سيز بكميه كبيره بحيث ان الاعراض تظهر عليه. يعني عنده ايه؟ عنده حاجه اسمها لو جريد بارازايتيه، يعني في بارازايتس موجوده في البلاد بس بنسبه قليله. العيان ده لو جاله في اي سبب، جاله اي بكتيريا انفكشن، ما بياكلش كويس، اي سبب بحيث ان الاميونيتي بتاعته قلت، بقى بنقول عليه بقى ديبليتيتد ضعيف. في الحاله دي البارازايت اكتيفيتد والمالتيبلاي بكميه كبيره وتبتدي تظهر السيمتومز اجين. يبقى فاكرين ان الاعراض بعد ما بتختفي خالص ترجع تظهر تاني، ده بنسميه ريكيرنس اوف كلينيكال اتاك. وفي حاله الفايبرز والاوفال بنسميه ريلابس، والسبب مختلف عن تكراره في حاله الملاري والفالسيبرا اللي بنسميها ريكرودسنس. تمام؟ يبقى خلاص عرفنا العيان بتاع الملاريا بيحصل ايه؟ اهم حاجه نعرف انه عنده ملاريا لما تجيله الاتاك اللي هي كولد ستيج، هوت ستيج، سويتنج ستيج. ونبقى عارفين ان احنا لما نيجي نشرف عليه هنلاحظ حاجه مهمه جدا، العيان باين خالص عنده انيميا. الانيميا دي طبعا نوعها هيموليتيك انيميا، ليه؟ لانها الار بي سيز بتراكشر. الانيميا دي شدتها برضه بتختلف على حسب الاربعه سبيشيز اوف انفكشن. اول سبيشيز اللي هي بلازموديوم فايبرز الانيميا ما بتبقاش شديده قوي. ليه؟ لان الميروزويتس اللي خارجه من الليفر بتنقي الار بي سيز اللي هتخش وتديفلوب جواها، بتنقي اليانج ار بي سيز، فبالتالي عدد الار بي سيز اللي بتبقى انفكتد بيبقى محدود شويه. تمام؟ اليانج ار بي سيز بنقول عليهم ريتيكيوسايتس. فحل البلازموديوم ملاري البارازايت يروح ينقي الاولد ار بي سيز ويخش وتديفلوب جواه، برضه دي حاجه بتقلل شده الانيميا. ليه؟ لان الاولد ار بي سيز دي خلاص بقى اللايف سبان بتاعها ينتهي وهتروح على السبلين عشان يتخلص منها ويكسرها بالبارازايت اللي جواها. يبقى في حال تاني يا جماعه، في حاله البلازموديوم فايبرس واوفال الميروزويتس بتاتاك اليانج ار بي سيز. في حالة البلازموديوم ملاري الميروزويتس بتاتاك الاولد ار بي سيز. فعشان كده الانيميا ما بتبقاش شديده قوي في حالة ذيس 3 تايبس اوف بلازموديوم. في حالة البلازموديوم فالسيفرا الميروزويتس كان اتاك اني ار بي سيز اوف اني ايج. فبالتالي كمية الار بي سيز اللي بتتهاجم بتبقى اكتر، يبقى الانيميا بتبقى مور سيفير. وزي ما قلنا برضه بالكشف يبقى الدكتور هيلاحظ ان في فعلا انيميا وعرفناها، وهيلما يجي يعمل اكزامينيشن هيلاقي ان الليفر والسبلين دول انلارجد وسببهم ايه. زي ما قلنا في شغل كتير عليهم اللي عمالين يلموا الويست برودكتس بتاع البارازايت والشايزون اللي اتكسرت، كل الحاجات الغريبه اللي قدام العيان كل ده بيروح على الليفر والسبلين عشان يكسرهم ويتخلص منهم. فالشغل الزياده ده بيخليهم يبقوا انلارجد اهو، وادي بيشنت بيعملوا له اكزامينيشن والسكرين بتاعه انلارجد. يبقى دي كلها الكلينيكال برزنتيشن. لو العيان بقى من اي نوع من الاربعه ما خدش بروبر تريتمنت، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هيخش في الكومبليكيشنز. ايه هي الكومبليكيشنز؟ في حاله الفايبرز والاوفال والملاري مفيش كومبليكيشن صعب قوي، علشان كده بنقول عليهم ان هما بيناين. خلاص؟ في بعض العيانين اللي بيتصابوا بالبلازموديوم ملاري الكيدني بتبقى افكتد. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ هنا بسرعه كده بيجيلهم حاجه اسمها نيفروتيك سيندروم. الفرازايت بيطلع الانتيجنز بتاعته كمية
هي كبيره، الاميون سيستم هيطلع انتي بوديز عشان تلم، هيحصل انتيجين انتي بودي كومبلكس هيسيركليت مع دم العيان يجي عند الكدني ويديبوزيت في الجلوميرولار وول. لما هيديبوزيت في الجلوميرولار وول من المايكرو نعرف ان ده هيعمل اكتيفيشن للكومبلمنت، هيحصل الكومبلمنت كاسكيد والاميون كومبلكس لما ترص في الجلوميرولار وول هيأكتيفيت الكومبلمنت كاسكيد، في النهايه هتتكون الانبوبه اللي بنسميها ماك ممبرين اتاك كومبلكس، هتروح داخله في السيلز بتاعت السيريال وول بتاعت الجلوميرولاي هتخرمها، يبقى هنبص نلاقي العيان ده البروتين اللي المفروض الكلى تحجزه نازل في اليورين ونسبته في البلد هتقل، هيبقى عنده هايبوبروتينيميا وبروتين نازل في اليورين ويجي لنا المريض بالشكل ده. ده عنده نيفروتيك سيندروم، يبقى ده الكومبليكيشن اللي بتحصل في حاله الملاريك انفكشن لما يبقى الديزيز كرونيك بقى لفتره عنده انفكشن. نيجي بقى لاوحش نوع زي ما قلنا اللي هو الفيتال البلازموديوم فالسيفرم. ايه اللي بيحصل في البلازموديوم فالسيفرم؟ بتحصل ثلاث كوارث كبار. اول كارثه ان البارازايت اللي جوه الانفكتد ريد بلاد سيل بيعرض الانتيجنز بتاعته على سطح الكوره المصابه، فما بتبقاش سموث، بيبقى عليها نتوءات، النتوءات دي مش سهل ان احنا نشوفها اندر ذا مايكروسكوب، دي ممكن نشوفها اندر ذا الكترون مايكروسكوب مش الاوردينري مايكروسكوبس بتاعتنا. النتوءات دي اللي هي الانتيجن بتاعت البارازايت بنسميها نقص. خلاص؟ يبقى ادي قدامنا تو ار سيز، واحدة فيها الشعر التروفوزويد واحدة فيها الشعر. البارازايت عرض الانتيجنز على السيرفس بنسميها نقص. مشكلة النقص دي ايه؟ ان البلد وهو ماشي داخل في الكابيلاريز الار بي سيز اللي عليها النقص هتلزق على سيرتن ريسبتورز موجودة في الاندوسيليوم بتاع البلد كابيلاريز اللي في كل حتة في جسمنا، فلما تلزق عليها الديامتر بتاع البلد كابيلاري هيضيق وممكن يتقفل خالص، فالاورجن اللي هو سبلاي ده هيحصل له انوكسيا ونكروزز، وهنا بقى ده سبب ان العيان بيموت بالبلازموديوم فالسيبرم انفكشن. يبقى النقص دي هتلزق في ريسبتورز موجوده على الاندوسيليوم بتاع البلاد كابيلرز اوف انترنال اورجنز، هيقل البلاد سبلاي ويحصل انوكسيا ونكروزز. نفتكرها برضه بالدايجرام ده، ده بلاد كابيلري وادي الريسبتورز وداخل له ار بي سيز بعضهم سلام بعضهم انفكتد. الريد بلاد سيل السليمه هتخش تدي الاكسجين وتاخد الكربون دايكسايد مفيش مشاكل. الانفكتد ريد بلاد سيل لما هتدخل هتلاقي الريسبتور هتروح ماسكه فيه، يبقى اليومن بتاع البلاد كابيلر بيتنرم، البلاد فلو هيقل، هيحصل انوكسيا ونيكروزز للاورجن. نشوف ايه الاورجنز بقى اللي ممكن يحصل لهم المشاكل. لو حصلت الحكايه دي في البلاد كابيلرز اوف ذا برين دي لوحدها كارثه. العيان هيروح للدكتور يشتكي من هادك دراوزينس، ممكن كونفالجنس، ممكن لو دخل سبناه يدخل في كوما، والعيان ده بيقول عنده سيريبرال ملل. وفي ايجيبشنز كتير يا دكاتره بعد ثوره 2011 بقى بيسافروا صحفي مش عارفه رايح السودان رايح الصومال معرفش ايه ياخد الانفكشن، نيجي هنا احنا الدكاتره ما احناش اوير ما بنهتمش، ويدخل الحميات ده عنده هيباتيتس ده عنده مش عارفه ايه ده عنده ايه، ما حدش على باله ان ده عنده ملاريا، ما حدش على باله ان لو راح حتى السودان ياخد الفالسيبرا ملاريا، هناك في اقوى انواع الانافلس بتنقل اشد انواع الملاريا اللي هي البلازموديوم فالسيبرا، and the patient بيبقى diagnosed after death. تمام؟ فلازم احنا كدكتورز نبقى اوير ان احنا سهل قوي ان احنا نتعدي من ملاريا السبيشيز بتاعتنا. طيب لو حصل بقى في الكابيلاريز بتاعت الجاسترو انتستاينال تراك، بص العيان ايه بيشتكي من ايه؟ دايريا وديزنتري. ودي برضه بتبقى اسئله كتير في الامتحان بنتسال ايه البروتوزوا اللي ممكن تعمل ديزنتري ونحطها في الاختيارات ونحط من ضمنهم البلازموديوم فالسيبرا. احنا نيجي اور مايند عشان ديزنتري يبقى حاجه في اللارج انتستر التاليبا بلاكتيتا كولار، لا لازم نبقى عارفين البلازموديوم فالسيبرا بتعمل ديزنتري، وكمان خدنا ايه الفيسرا الشماليه ممكن تعمل ديزنتري. نيجي بعد كده لو حصل في اللنج برضه دي مشكله جامده، البلاد سبلاي بتاع اللنج هيبقى افكتد،
وبيبقى سببها ان الانفكتد ار بي سي سدت الكابيلاريز بتاع اللانز. لو حصل بقى ان الاثنين اللانز والجي اي تي العيان السيركوليشن كلها بتبقى ديستورب وبيجي لنا هاي بوتنشن وسيركولاتوري كولابس، ودي اسمها ايه نحو اسم غريب ده اسمها الجي ملاريا. تمام؟ الجي ملاريا. لو حصل في الكابيلاريز بتاع الليفر، الليفر من اهم الجوبز بتاعته ان هو الجلايكوجين اللي متخزن يتكسر، يحصل جلايكوجيناليزيس عشان يخرج الجلوكوز اللي هو محتاجه، فالعيان ده يجي يشتكي من هايبوجلايسيميا. لو حصلت بقى في الكبدي العيان يجي لنا اكيوت رينال فيلير. يبقى الكبدي ممكن تبقى افكتد في حالتين في البلازموديوم انفكشن، لو عنده ملاريا انفكشن، ملاريا انفكشن سبيشيز اللي هي الملاريا في الكرونيك ستيت، بس المشكله ايه؟ نفروتيك سيندروم. هنا في حاله الفالسيبرام بيحصل اكيوت رينال فيلير. يبقى الكبدي بتبقى افكتد بس الكونديشن هنا غير هنا. هنا بيحصل نفروتيك سيندروم وفي حاله الفالسيبرام بيحصل اكيوت رينال فيلير. تمام؟ يبقى لما بحكي كده اول كارثه ان البارازايت عرض الانتيجين بتاعه على انفكتد ريد بلاد سيل ولزقت في الكابيلاريز وخدتها نارو وحصل الانوكسيا والنيكروزس. تاني كارثه بقى بيعملها انها بتاثر على الميون سيستم بتاع العيان، فبنبص نلاقي العيان ده السبيد بتاعه كبير جدا، وكمان ايه اللي بيحصل؟ انه بيطلع اي جي ام بكميه كبيره قوي. مين اللي بيطلع الاميونوجلوبولز؟ البي ليمفوسايتس، مش كده؟ فالمفروض ان البي ليمفوسايتس لما تبقى ستيميوليتد مع الوايت فايتر وتبتدي تطلع الانتي بوديز، المفروض تيجي وقت بقى التي سبريسور سيلز تقول لها انف ستوب، ما كفايه كده. فعشان في ديستربنس في الميون سيستم بتاع عيان الملاريا، التي سبريسور سيلز بتبقى عددها قليل جدا وبتفرز بكميه طب انف، فالبي ليمفوسايتس عماله تطلع اي جي ام، مفيش حاجه بتقول لها ستوب. يبقى دي برضه مشكله ان الملاريا، وهتلاحظوا ان معظم البارازايتس بتاثر على الميون سيستم وتعمل له موديوليشن وتغيره. فدي اللي بتعمله البلازموديوم فالسيبرام، بتافكت الميون سيستم بحيث التي سبريسور سيلز ما بتبقاش عددها انف انها توقف الاكشن بتاع البي سيلز، والمحصله ايه؟ العيان السبين بتاعه بيبقى فيري هيوج، وكمان البلاد مليان اي جي ام. نيجي بعد كده المشكله الثالثه او الكارثه الثالثه، ان في حاله البلازموديوم فالسيبرام العيان ممكن يجي يشتكي من ثلاث حاجات مع بعض. اول حاجه عنده ارتفاع في درجه الحراره فيفر، ثاني حاجه بيقول انا شايف ان انا جلدي بقى اصفر وعينيا بقت اصفر، يعني عنده جونس. ثالث حاجه هيقول لما باجي اعمل يورينيشن بلاحظ ان اليورين بتاعي لونه غامق قوي زي الشاي التقيل كده، دي معناها ان الهيموجلوبين نازل في اليورين، عنده هيموجلوبينوريا. يبقى الثلاثه دول على بعض بنسميهم بلاك ووتر فيفر. يبقى من ضمن المضاعفات بتاع البلازموديوم فالسيبرام العيان هيجي يشتكي من ثلاثه سيمبتومز. اول حاجه عنده ارتفاع درجه حراره، ثاني حاجه عنده جونس له جلد وعينيه لونها اصفر، ثالث حاجه اليورين بتاعه فيري دارك ان كلر. دي اللي بنسميها بلاك ووتر فيفر. هل بتحصل لكل عيان مصاب بالفالسيبرام؟ لا، لقوها انها بتحصل في حاجتين، لما يكون هو قاعد في منطقه اندمج زي السودان كده، اندمج بالبلازموديوم فالسيبرام وخد الانفكشن كذا مره، كل شويه ايه؟ الانوفلوس تقرصه وتديله الانفكشن. وتاني حاجه خد التريتمنت وما كملوش، ونبقى عارفين ان معظم اصابات الملاريا موجوده في افريكا، ومعظم الناس الهيومنز اللي عايشين في افريكا برضه ناس حالتهم اقتصاديه ضعيفه، مش كلهم بيقدروا ياخدوا تريتمنت، ومش كلهم لما بياخدوا تريتمنت بيكملوه تو ذا اند. فدول لقوا من الناس اللي هم بيتعرضوا ريبيتد انفكشنز او بياخدوا التريتمنت ومش بيكملوه بيجي لهم البلاك ووتر فيفر. يبقى ده الناس اللي هم تارجت. طيب ايه اللي بيحصل بالظبط؟ برضه مشكله ريليتد للميون سيستم. العيان بتلاقي ان الارتسيس بتاعته بتتكسر كتير جدا جدا، فزي ما قلت لكم بيبقى عنده انيميا وهيموجلوبينوريا وجونتس وبرضه في فيفر. وفتحة لو سالنا اديف ريزن ليه بيحصل البلاك ووتر فيفر، نقول ان بيحصل اوتو اميون ديزيز. الاميون سيستم بيعتبر الانفكتد ار بي سيز اكنها فارغ، ويبتدي يكون لها انتي بوديز ويكسرها بكميه كبيره قوي.
نشوف السلايد ده، ده نتصور ده البلد فيسل بتاع البيشنت، المفروض جواه نورمال ار بي سيز وجواه انفكتد ار بي سيز. ادي كل الستيجز، رينج تروفوزويد شايزون جاميتوسايت. ايه اللي بيحصل؟ الميون سيستم هيكون الانفكتد ار بي سيز انتي بوديز، هيعتبرها ما بقتش سيلف، فهتتكسر بكميه كبيره، والعيان يجي الشيك زي ما قلت لكم الفيفر جوندس والهيموجلوبين نازل في اليورين. دي الاثنين دول بيورونا لون النورمال يورين، ودول اليورين اللي نازل فيه الهيموجلوبين. تمام؟ يبقى دول ثلاثه فيري سيريوس كومبليكيشنز بتحصل في الفالسيبرم، وهي الكوز اوف ديث. وعشان كده بنقول ان بلازموديوم فالسيبرم بتدي اوحش انواع الملاريا، بنقول عليها مالجننت ملاريا. ده تقريبا اللي احنا قلناه يوم السبت، شايفين قلنا حاجات كتير ازاي؟ نبتدي نشوف بقى ازاي نشخص عيان عنده ملاريا. هو حكى لنا امتى ده كده؟ احنا قربنا نخلص. ايوه مش كده؟ دلوقتي العيان اللي هنشك ان هو عنده ملاريا هيجي لنا في العياده يقول لنا ايه؟ وبيجي لي رعشه، وبعدين بسخن، وبعدين بعرق، مش كده؟ الثلاثه ستيجز، الكولد ستيج والهوت ستيج والسواتنج ستيج. معناها ان البارازايت فين؟ دلوقتي في البلد. يبقى عشان اشخصه ايه؟ اخد بلد منه افحص وادور في الار بي سيز على الستيجز. يبقى الدايجنوزز ان انا باخد بلاد فين؟ بناخد دكتور في المعمل لازم ياخد سيب وسيب بلاد فيلز. تمام؟ بيعمل ايه بالظبط؟ اهو هيشك العيان. وعلى فكره الطريقه دي الصح، اشك العيان ما اخدش فينس بلاد. لو فينس بلاد بتبقى معظم الاربسيز نوت انفكتد، الاربسيز الانفكتد بتروح للكابيلرز، تبقى في البريفيرال سيركيليشن. فالطريقه الصح ان انا بشك العيان في صباعه وبحط النقطه وبعدين هفردها واعمل سين بلاد فيل. تمام؟ ده بالنسبه للسين. سين بلاد فيل ايه؟ اجيب سلايد تاني واحط عليه اربعه دروبس واقلبهم كده بصوره سيركلر واعمل سين بلاد فيل. مفروض ايه بقى اهميه السين والسين؟ السين بلاد فيل انا خدت جوست وان دروب فردتها، ممكن الانفكشن ما تبقاش عاليه قوي، وبالصدفه النقطه دي كلها الاربسيز اللي فيها نورمال، مفيش فيها انفكتد ريد بلاد سيل. فانا بدي نفسي فرصه تانية عشان اشخص، باخد 4 دروبس واعملهم في سمول سيركل وادور في الفور دروبس دول على البارازايت، بس انا عارفه البارازايت عايش من جوه ريبر سيل، فالفور دروبس دول الاربسيس فوق بعضها، ممكن تبقى واحده فيها انفكشن جايه فيها واحده او اثنين سولان، فمش هشوف حاجه. فلما اي افحص السيك بلاد فيل لازم احط النقطتين من الووتر علشان ادور الاربسيس، اعمل لها رابتشر، هتبقى البارازايت مجمع بس الانفكتد ريد بلاد سيل اللي كان جواها البارازايت رابتشر. تمام؟ يبقى دول نقطتين مهمين جدا. طب في حد ممكن يقول لي طب ما انا استعمل ستيك بلاد سيل على طول مش ضروري السين. السين زي ما حواليك في السلايد الجاي مهم جدا، لان احنا من ضمن الحاجات اللي المفروض نكتبها في الريبورت لو قلنا العيان ده عنده ملاريا لازم اقول له هو انهي نوع، فيروس اوبال ملاري ولا فالسيبرا. فشكل الانفكتد ريد بلاد سيل بيساعدني ان انا اعرف ويتش سبيشيز اوف بلازموديوم، لان لازم ابقى عارفه علشان الدوز اللي هيديها الدكتور والفولو اب هيختلف على حسب السبيشيز اوف انفكشن. دي هوريكم كده بعد ما سبقناه. بصوا دي وان سبيشيز مبدئيا كده، مش ملاحظين ان الانفكتد ريد بلاد سيل اكبر من السلام؟ مش ملاحظين ان الرينج ستيج دي اول ستيج بيعملها البارازايت حجم كده كبير مالي كده تقريبا تلت الايفكت ريد بلاد سيل؟ دي من الحاجات اللي بيبقى مذاكرها بقى دكتور التحاليل، ويقدر بناء عليها يقول العيان ده عنده بلازموديوم فايروس. تمام؟ نيجي مثلا ده سيك بلاد فيل، شايفين؟ اهو البارازايت الجامعه مفيش ار بي سيز. هنا برضه الدكتور الشاطر يقدر يقول ان دي بلازموديوم فالسيبرا. ليه؟ زي ما هشرحلكم في السلايد بعد كده، هنا في رينج ستيجز، اولا الرينج حجمها صغير قوي، خاتم صغنن خالص، وبعدين اخر ستيج الجاميتوسايت ستيج اللي هي معاديه بقى للبعوضه بيبقى البارازايت صوصت شيك كده. والانفكتد ريد بلاد سيل دايما بتبقى راتشر، ليه؟ لان حاجه طويله اتخلقت جوه حاجه مدوره، فدايما الانفكتد ريد بلاد سيل بتبقى راتشر. ف
فدي بتحتاج مذاكره جامده قوي من دكتور التحاليل علشان لما يفحص البلاد فيلم اندر ذا مايكروسكوب يقول هل هو فعلا عنده بلازموديوم ولا لا وويتش سبيشيز. وكمان في المعامل القويه بيطلب منه نقول البرسنتج اوف بارازايتين، يعني في ال 100 كوره شاف كام واحده مصابه، عشان لما يحدد شده الاصابه يساعد الدكتور في ان هو يظبط الجرعه بتاعت العلاج للبيشنت. تمام؟ يبقى دي اول وسيله ان هي سين وسيك بلاد فيلمز. هنعمل كومباريزون كده، مفروض ان احنا لما البارازايت بيخش جوه ريد بلاد سيل بيعمل ايه؟ ياخد شكل الرينج، وبعد كده ديفلوب نيتروفوزايت، وبعدين يعمل شايزر مش كده؟ وبعد فتره يعمل الجاميتوسايت ستيج. ففي فور ستيجز لكل سبيشيز لازم دكتور التحاليل يبقى عارفه. نفس بتيجي بشكل الكوره المصابه اللي دخلها البارازايت الانفكتد ريد بلاد سيل هيبقى شكلها ايه؟ لو هو متصاب بالبلازموديوم فايروس بتبقى الانفكتد ريد بلاد سيل اكبر من السلام بس ستيل راوند. تمام؟ لو هو مصاب بالبلازموديوم اوفال بتبقى الانفكتد ريد بلاد سيل اكبر بس واخده شكل اوفال. ده بيبقى ويكنس في الوول بتاع الانفكتد ريد بلاد سيل. لو هو مصاب بالملاريا او الفالسيبرم ما بيبقاش في تغيير لا في السايز ولا في الشيب بتاع الانفكتد ريد بلاد سيل. يبقى دي معلومه المفروض يبقى مذاكرها دكتور التحاليل. طيب نيجي بقى نشوف الستيجز بقى. رينج ستيج البارازايت لما بيخش يعمل رينج وبعدين تروفوزايت وشايزر وجاميتوسايت ايه الفرق؟ نمسك الرينج ستيج دلوقتي الريد بلاد سيل دلوقتي الانفكتد اللوجيك الرينج اللي جواها حجم كبير تقريبا مالي تلت السايز اوف ذا انفكتد ريد بلاد سيل. لو جينا في الاوفال شايفين الانفكتد ريد بلاد سيل اوفر والرينج برضه مالي تلت الانفكتد ريد بلاد سيل وفي دوتس. عارفين الدوتس دي ديجنريشن بيحصل في الانفكتد ريد بلاد سيل، هي عيانه بارازايت محتلها فبيبان الديجنريشن فيري ايرلي حتى الاوفال. نيجي للملاريا هنلاقي الانفكتد ريد بلاد سيل مالي تلت السايز اوف ذا ريد بلاد سيل بس ستيل السايز بتاع الانفكتد ريد بلاد سيل ذا سيم ما اتغيرش. في حاله الفالسيبرم شايفين الشرسه اكتر من النيوروزويد بيخش جوه السنجل ريد بلاد سيل فبيبقى جوه الانفكتد ريد بلاد سيل مور ذان وان رينج. طيب الرينج السايز بتاعه ايه صغير؟ بيبقى تقريبا واخد 1/6 اوف ذا سايز اوف ذا انفكتد ريد بلاد سيل. وايه كمان؟ ساعات الرينج بيبقى جوه له تو هما طبعا تو كروماتين دوتس زي خد مفصلين كده. تمام؟ دي كلها حاجات بتقول لي ان انا دلوقتي قدام البلازموديوم فالسيبرم. يبقى لما الاقي الريد بلاد سيل جواها مور ذان وان رينج مخي يتجه ناحيه الفالسيبرم. الرينج حجمه فيري سمول ناحيه الفالسيبرم. الرينج له تو كروماتين دوتس يبقى ناحيه الفالسيبرم. تمام؟ نيجي بقى لما الرينج ده يتحول لتروفوزويد الانفكتد ريد بلاد سيل بتبان ازاي؟ شايفين؟ ابتدى بقى الايه الديجنريشن يحصل في الانفكتد ريد بلاد سيل والتروفوزويد حجمه كبير والريجولار انشيما. وهتبتدي تظهر بقى الملاريا بيجنس لان هو كبر خد الاكل منين؟ قلنا من الجلوبال بارت اوف ذا هيموجلوبين والايرن رسمه في صوره براون دوتس اسمها ملاريا بيجنس. الدكتور برضه يدور يلاقي الملاريا بيجنس. تمام؟ الديجنريشن ده اول واحد شافه وصفه واحد اسمه شوفنر فسموها شوفنرز دوتس. خلاص؟ احنا بتوع الكوره بتوع اسماء كتير معلش. خلاص؟ يبقى الشوفنرز دوتس ده شوفنر ده شاف ديجنريشن في الانفكتد ريد بلاد سيل وسماها شوفنرز دوتس. تمام؟ طيب نيجي نشوف في حاله البلازموديوم اوفال برضه الشوفنرز دوتس موجوده والبارازايت كومباكت مش الريجولر كده زي بتاع الفيروس وجواه الملاريا بيجمنت الويست برودكتس بتاع الهيموجلوبين اللي كان. نيجي في الملاريا حاجه مميزه بقى في الملاريا التروفوزويد كتير بقى ياخد شكل باند كده باند شيب. تمام؟ في حاله الفالسيبرم الديجنريشن بتاع الانفكتد ريد بلاد سيل بيبقى قوي جدا بحيث الانفكتد ريد بلاد فيها تشققات كده. أول واحد برضه شافها ووصفها كان اسمه مورك. على أسر الدكاترة شوفنرز دوتس هي سيفنز دوتس هي المورز كلاس دي عبارة عن ديجنريشن حصل في الانفكتد ريد بلاد سيل نتيجة إن البارازايت جواها. يحفظ الكلام ده؟ أيوه احنا فوتنا
زي الشراشيب كده. بقدر الويكنس اللي بيحصل تحلل الملايين يبقى شكل مميز قوي لدكتور التحاليل، بيبقى الشجر عامل زي الورده روزات شيك ورا بعضهم عاملين سيركل كده. فحاله الفالسيبرا بيبقى بالشكل ده. وعلى فكره ركزوا معايا هقول لكم حاجه بالنسبه للتروفوزويت والشايزوت. حاله الفالسيبرا فاكرين مش احنا قلنا ان دول الستيجز اللي البارازايت بيعمل الانتيجين على السيرفس بتاع الانفكتد ريد بلاد سيل، وده بيخليهم يلزقوا في الاندوثيليوم بتاع البلاد كابيلز. عشان كده الدكتور التحاليل لما بيدور على التروفوزويت والشايزوت بيبقى بصعوبه جدا، ما يلاقيهمش تقريبا لو هو مصاب بالفالسيبرا. يلاقي الهيم ستيج ويلاقي الجاميتوسايت ستيج، يدور على التروفوزويت والشايزوت في حاله الفالسيبرا ما يلاقيش، لان هم مش بيسيركليت. لما ياخد الدروب مش هيلاقيهم، هم محشرين في الكابيلاريز بتاع الانترنال اوركنز. طب نيجي بقى للجاميتوسايت ستيج، ادي الميل والفيميل جاميتوسايت. في حاله الاوبال كل اللي بيحصل قلنا الانفكتد ريد بلاد سيل بتبقى اوفر. في حاله الملاليم مفيش اي تشينج. بصوا بقى في حاله الفالسيبرا قلنا اللي بيتكون ايه الجاميتوسايت بيبقى صوصي شيب، حاجه طويله تخليها تبقى حاجه مدوره. هيحصل ايه الانفكتد ريد بلاد سيل بتراكش. وممكن لو اللي هي الراكشر فيري ايرلي الاقي بقايا الانفكتد ريد بلاد سيل، رامنت اوف ذا انفكتد ريد بلاد سيل لازق كده جنب الجاميتوسايت. تمام؟ ناخد بالنا زي ما قلت لكم كده اللي تظهر تاني. بصوا شوفوا كراس هيظهر فين يا دكاتره اهو. These two changes are not two stages are not seen in the blood examination بتاع العيان سواء هو سين او سين بلاد فيلم. ليه؟ علشان هما جاك في الكابيلاريز النوبس اتاتش تو ذا ريسبتورز ان ذا اندوثيليوم اوف بلاد كابيلاريز. خلاص؟ فهمنا كده؟ يبقى كل القصص دي المفروض انا بوريها لكم دايجرام المفروض الدكتور بيشوفها بقى within the blood of the patient either sick or sick blood cells. طيب افرضوا بقى ان الدكاتره في المعمل لسه جداد ومش عارفين ومش شاطرين وصعب عليهم، هل في وسيله ثانيه؟ ايوه التكنولوجي عمل وسيله ثانيه. انتوا خدتوا في المايكرو مونوكلونال انتي بودي مش كده؟ تمام؟ نيجي بعد كده هنحفظ بس نفتكر الترمينولوجي دي وبعدين اقول لكم قصه المونوكلونال انتي بودي. يبقى لو سالنا ايه الملاريا بيجمنت؟ لها اسم تاني اسمها هيموزاي. يعني ايه؟ يبقى فاهمين؟ دي رامنتس اوف هيموجلوبين اللي هو واز دايجستد باي بلازموديوم بارازايت. خلاص؟ يبقى فاهمين الكلام. نيجي بعد كده ثلاث اسماء دي يلا يا دكتور محمد قولهم بقى معايا عشان هو كان معترض على الحفظ. شوفنس داس زينس داس خلاص مورر كلاس دول ايه؟ الكتاب مكتوب اسم رابع منهم مشترك اسمها ستيبلينج. خلاص يعني ايه؟ معايا بقى كده لازم بقى تحفظه. المفروض اللي بيخش الطب ده يكون الحفظ عنده ايه يعني نمبر 1 والا ما كانش دخل الطب ما كانش جاب مجموع في الثانويه العامه صح؟ احفظه بقى. دلوقتي العلماء جابوا حته كده بيس اوف فيلتر بيبر وراحوا محضرين مونوكلونال انتي بودي اجينست الديفرنت سبيشيز بتاعت البلازموديوم ولزقوها على الفلتر بيبر. وبعدين جيبوا روح حاطين 1 دروب اوف ذا بيشنت اللي عاوزين يعرفوا عنده ملاريا ولا لا. فالمفروض الدروب دي فيها الانتيجين بتاع البلازموديوم وبيتشرب كده اسبريد على الفلتر بيبر. ولما تيجي عند المونوكلونال بودي بتاعت فالسيبرا هيظهر بان، مسكت المونوكلونال انتي بودي بتاع الملاريا يظهر بان، يبقى يقدر يعرف السبيشيز بطريقه فيري سيمبل مش محتاجه ميكروسكوب مش محتاجه اكسبيرينس ويحدد الانفكشن. دي حاجه فيري ايزي وافيلبل في موست اوف ذا لابس. اهي ادي شكل الكارتج والمفروض يحط دروب اوف بلاد كده. لو ظهر ده المفروض السي دي الكنترول بان عشان تقول الكيت دي مش بايظه شغاله. لو ظهر عند التست بان خط يبقى معناه ان هو عنده تست ممكن يبقى تلسيبرا ملارين اوفال فايبكس ويقدر يعرف السبيشيز. خلاص يبقى في حاجه سهله اهو. في بقى
برضه دي تكنولوجي اعلى ومكلفه اكتر ونوت افيلبل ان ذا لابس. يبقى في حاجه سهله ورخيصه بس محتاجه اكسبيرينس فين وفين بلاتفورمز. في حاجه بتبقى اقوى اللي هي او اسهل اللي هي ادور على الانتيجين باستخدام المونوكلونال انتي بودي ان انا اعمل له اتاتشمنت على الفلتر بيبر. والحاجه اللي فوق ريسيرش ادور على الدي ان ايه او الار ان ايه اوبتيكال ديزاين ان ذا بلاد اوف ذا بيشنت. كفايه كده؟